رب يكونوا بخير. ان شاء الله باذن الله النهارده هناخد درس جديد، وهو الدرس الثاني في الوحده الخامسه، هو المواطنه. المواطنه ان شاء الله باذن الله هندرس فيه حقوق وواجبات. طب يعني ايه اصلا مواطنه؟ المواطنه دي يا شباب هي عباره عن صفه المواطن اللي بيتمتع بالحقوق وبيلتزم بالواجبات اللي بيفرضها عليه الوطن بتاعه وينتمي ليه. يبقى يا شباب المواطنه دي عباره عن ايه؟ هي صفه المواطن اللي بيتمتع بالحقوق وبيلتزم بالواجبات اللي بيفرضها عليه انتمائه للوطن. طب انت عارف اصلا ان الانسان بطبعه كائن اجتماعي بتربطه بغيره علاقات متنوعه، وكمان بيخضع ليها لنظام محدد من حقوق وواجبات. انت عارف ان انت اصلا انسان اجتماعي، كائن ربنا خلقك كائن اجتماعي، بتعمل علاقات مع الناس اللي حواليك. لازم العلاقات دي يا شباب بيربطها نظام محدد من الحقوق والواجبات. مش بس كده يا شباب، يعني ايه اصلا يا ميس هبه عماله تقولي حقوق واجبات؟ يعني ايه حقوق؟ الحقوق دي يا شباب عباره عن مجموعه من الحقوق السياسيه والاقتصاديه والثقافيه، وكمان مجموعات كتيره جدا ودينيه، كل دي مجموعه من الحقوق. يبقى الحقوق دي يا شباب عباره عن مجموعه من الحقوق السياسيه والاقتصاديه والثقافيه والدينيه اللي بيتمتع بيها الفرد من جماعته. يبقى يا شباب عبارة عن ايه الحقوق تاني؟ هي عبارة عن مجموعة من الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية اللي بيتمتع بيها الفرد من الجماعة اللي هو المجتمع اللي هو بيعيش فيه. عايز اقولك على حاجة مهمة قوي ولازم تخلي بالك منها، ان على الفرد مسؤولية تجاه مجتمعه هو اختيار من يحكمه والمشاركة في شؤون المجتمع. لازم يا شباب الإنسان يختار اللي بيحكمه، يختار الرئيس أو السوبرفايزر أي حاجة، يختاره هو ويشارك في المجتمع اللي هو بيعيش فيه، يدي رأي يقول لا أنا عايز ده يحكمني ومش عايز ده يحكمني. كمان يا شباب لازم الإنسان يكون ليه عضوية داخل الجماعة ونشاط فعال، لازم يكون ليك رأي، لازم يكون ليك اختيار، تختار الحاكم اللي بيحكمك، تختار وتشارك في المجتمع، سواء مشاركة انتخابية سواء مشاركة أي نوع من مشاركة. لازم يا شباب يكون لينا إبداء للرأي، ويكون كمان العضوية بتاعتك داخل المجتمع نشطة وفعالة. يبقى شباب قلنا لازم الإنسان عليه مسؤولية مهمة جدا اتجاه المجتمع اللي هو بيعيش فيه، إن هو يختار اللي بيحكمه وكمان يشارك في شؤون المجتمع اللي هو بيعيش فيه، ويكون العضوية بتاعته داخل المجتمع نشطة وفعالة، ما يبقاش قاعد لا أنا ماليش دعوة بحاجة. لا يا سيدي لازم تشارك ولازم تدينا رأيك، لأن رأيك ده مهم جدا عندنا. طب بص يا سيدي، هندرس أول حاجة حقوق المواطنة. الحقوق دي يا شباب ركن أساسي جدا جدا في بناء شخصية الإنسان. ازاي يا سيدي؟ لان الفرد بيحصل على حقوقه اللي بتوفر ليه، حقك ده بيوفر لك الضمانات اللازمه اللي بتساعدك على توفير حياه كريمه في اطار المجتمع اللي انت بتعيش فيه. يبقى يا سيدي لازم الفرد يحصل على حقوقه، حقك ده ضمان ليك بيساعدك يا سيدي ان انت تعيش حياه كريمه. لما يبقى ليك حقوق وبتتمتع بيها ده هيوفر لك حياه كريمه في المجتمع اللي انت بتعيش فيه. يبقى شباب الحقوق دي ركن مهم جدا جدا في بناء شخصيه الانسان، لان الفرد ده بيحصل عليها، بيحصل على الحقوق اللي بتوفر ليه الضمانات اللازمه اللي بتساعده على توفير حياه كريمه في اطار اجتماعي مناسب. يبقى لازم يا سيدي تخلي بالك من حقوقك، لان هي الضمان بتاعك اللي بتوفر لك حياه كريمه. كمان يا سيدي حقوق الانسان، حقوق الانسان زي ما قلت لك اول حاجه الحقوق السياسيه. الحقوق السياسيه يا شباب هي الحقوق اللي بيتمتع بها المواطن على المستوى السياسي. ايه هو يا ميس مستوى سياسي؟ اقول لك حريه التعبير عن الراي، لازم تعبر عن رايك، نحترم رايك. الترشيح لازم تترشح، سواء ترشيح للمجلس النيابي. كمان يا سيدي لازم تختار الحاكم اللي بيحكمك وتعيش في سلام. يبقى يا سيدي حقوقك السياسيه ان انت تعبر عن رايك ونحترم رايك، والترشيح للمجالس النيابيه، وكمان اختيار الحاكم اللي بيحكمك وان انت تعيش في حياه سليمة وفيها سلام وفيها أمان. يبقى شيل سيدي الحقوق السياسية، قلنا إيه الحقوق اللي بيتمتع بها الإنسان على المستوى السياسي. إيه يا سيدي المستوى السياسي أو الحقوق السياسية؟ التعبير عن الرأي والترشيح للمجالس النيابية، وكمان اختيار الحاكم اللي بيحكمك وإن أنت تعيش في سلام. مش بس كده يا سيدي، كمان عايز اقولك على حاجة مهمة جدا، هي الحقوق الاجتماعية. الحقوق الاجتماعية يا شباب هي الحقوق اللي بيتمتع بيها المواطن على المستوى الاجتماعي. ازاي يا سيدي؟ هي ايه حقوق المجتمع الاجتماعية؟ هقولك اول حاجة المسكن اللائق، لازم تكون عايش في بيت لائق بيك ومناسب لحياتك اللي انت بتعيش فيه، حياة اجتماعية، وده اللي بيوفر لك المجتمع بتاعك. يبقى حقوقك الاجتماعية يا سيدي المسكن اللائق، الرعاية الصحية، لما تتعب تلاقي المستشفى ترعيك وتشفيك كمان وتديك كمان العلاج.
يبقى الرعاية الصحية. تالت حاجة التعليم، التعليم ده مهم جدا جدا يا شباب، قلت لك المجتمع بينهض بالتعليم، يبقى التعليم ده حقك الاجتماعي على المجتمع بتاعك، ان انت لازم يكون ليك متوفر ليك مدارس وحاجات تتعلم فيها. رابع حاجة هي الرعاية الاجتماعية. خامس حاجة حق الانتقال، ان انت ممكن تتنقل من مكان للتاني. كمان يا شباب الحق في الملبس المناسب، لازم يكون لبسك كويس، مش لبس مقطع او حاجة، لازم يكون لبس لائق بيك. كمان يا شباب الحق في المساواة وعدم التمييز، لازم يكون كلنا متساويين، كلنا امام القانون وامام في المجتمع كله، مفيش حد غني، مفيش حد مثلا شغال في شركة واحدة و نفس البوزيشن، واحد بياخد مرتب كبير جدا وبيتعامل معامله حلوه قوي، واحد ما بيتعامل. لازم يا سيدي المساواه وعدم التمييز. يبقى يا سيدي حقوقك الاجتماعيه، المسكن اللائق، الرعايه الاجتماعيه والرعايه الصحيه، وكمان التعليم وحق الانتقال والحق في الملبس المناسب والحق في المساواه وعدم التمييز. مش بس كده يا سيدي، حقك الاقتصادي ده مهم جدا جدا. حقك الاقتصادي يعني المواطن يتمتع في المستوى الاقتصادي على ايه؟ العمل، مستوى معيشي مناسب، لازم تكون عندك شغلانه ومستوى المعيش بتاعك عايش عيشه مناسبه ليك وعلى قد العمل بتاعك. كمان الكسب المشروع، الكسب الحلال، الشغلانه الحلال، التنميه الشامله. يبقى يا شباب حقك حقوقك الاجتماعيه هو العمل، مستوى المعيشه مناسب، وكمان الكسب المشروع والتنميه الشامله. يبقى حقوقك الاقتصاديه ايه؟ خلي بالك دي حقك لازم تطالب بيه. طيب مش بس كده، في حقوقك الدينية والثقافية. الحقوق الدينية يا شباب هي الحرية في ممارسة الشعائر الدينية والحرية في المعتقدات. لازم يا سيدي انا ما افرضش عليك الدين اللي انا مقتنع بيه، لا، كل واحد فينا يعبد الدين او يؤمن، او اديك حرية ان انت تمارس الشعائر الدينية، الصلوات بتاعتك، الطقوس بتاعتك، المعتقدات بتاعتك، لازم احترمها واحترم حرية اقامة الشعائر الدينية بتاعتك دي. مش بس كده يا سيدي، حقك الثقافي كمان، الحق الثقافي يا شباب ان انت حرية المعتقد والتفكير، ان انت تبقى عندك حرية في المعتقد وان انت تفكر براحتك، ليك حرية في تفكيرك، وكمان حرية في الحصول على المعلومات. انت مثلا مش عايز تروح، مثلا مش عايز تاخد معلومة من المدرسة، لا، تاخدها من الانترنت، تاخدها من مكان تاني، ليك حرية في الحصول على المعلومة بتاعتك. وكمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، ليك حق كامل وحرية كاملة جدا ان انت تمارس الشعائر الدينية بالطريقة اللي انت عايز تمارسها بيها في اطار المجتمع اللي انت بتعيش فيه. يبقى حقوقك الثقافية يا سيدي حرية المعتقد، التفكير، الحصول على المعلومة، وممارسة الشعائر الدينية. تمام كده، كده خلصنا حقوقك. امال واجباتك ايه يا سيدي؟ يعني ايه اصلا واجبات؟ الواجبات يا شباب هي عبارة عن مجموعة من المسؤوليات التي يجب على المواطن الالتزام بيها اتجاه المجتمع اللي هو بيعيش فيه ووطنه. يبقى يا سيدي الواجبات عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من المسؤوليات اللي يجب على المواطن الالتزام بيها اتجاه مجتمعه ووطنه. طب ايه أهمية الواجبات يا سيدي في حياتي؟ اول حاجة اللي انت واجبك الاعتزاز والانتماء بالوطن اللي انت عايش فيه وتدافع عنه. يبقى اول حاجه يا سيدي واجباتك الاعتزاز والانتماء للوطن اللي انت تعيش فيه. تاني حاجه المشاركه في حل المشكلات، المجتمع او الوطن بتاعك بيعاني من مشكله، لازم تشارك في حل المشكله دي. تالت حاجه انجاز الاعمال باتقان، لازم تشتغل يا سيدي باتقان، سواء بتذاكر لازم تذاكر بذمه ما تكروتش، لازم تكون بتتقن العمل اللي انت بتؤديه. رابع حاجه عدم الاخلال بالنظام والاداب العامه، لازم تكون محترم العادات والتقاليد بتاعت المجتمع بتاعك وما تخلش بالاداب والنظام اللي انت متربي عليه او انت عارفه. يبقى عدم الاخلال بالنظام والاداب العامه. خامس حاجه يا سيدي واخر حاجه هو الوعي ببعض المشكلات الاجتماعيه، لازم يكون عارف ان المجتمع بتاعك فيه مشكله اجتماعيه ولازم تكون عارفها. ما تقول ايه ده حصل امتى؟ لا يا سيدي، لازم تكون عارف المجتمع بتاعك ايه المشكلات اللي بتحصل فيه وايه اللي بتصدر فيه، ولازم كمان يكون عندك وعي بيها. بكده يا شباب نكون خلصنا درس النهارده، وان شاء الله نشوفكم في درس تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.